السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على بسطيلة بالدجاج بطريقة سهلة ومبسطة. كنتمنى هذه الوصفة هذه تنال اعجابكم. بلا ما نطول عليكم خليكم تابعوا معايا المكونات مع طريقة التحضير. غادي نبداو على بركة الله بتحضير هذه البسطيلة هذه اللي غادي نحتاج فيها 3 ديال البصلات من الحجم الكبير. كيف كتشوفوا معايا حطيتهم رقعة بزاف. عندي هنا دجاجة فيها تقريبا 2 كيلو حتى 2 كيلو ونص، طبيعة الحال راني غسلتها مزيان. وهنا عندي معلقة كبيرة ديال السمن، 2 دامات ديال الزعفران شعرة. دابا غادي ندوزو للتوابل. هنا عندي معلقة كبيرة من التوابل الخاصة بالبسطيلة، اختياري ممكن تستغنوا عليها. عندي واحد معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة كبيرة ديال الخرقوم بلدي، نص معلقة صغيرة ديال البزار أو الفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة ديال السكنجبير أو الزنجبيل. عندي زيت الزيتون تقريبا واحد نص كاس ديال. دابا هنا خديت كوكوط غادي ندير فيها التوابل، سكنجبير تقريبا معلقة كبيرة كيف سبق ليا ذكرت، غادي نزيد شوية ديال الفلفل الأسود أو البزار، ما كنكتروش غير شوية تقريبا نص معلقة صغيرة. عندي كذلك معلقة كبيرة ديال الخرقوم بلدي أو الكركم، كذلك واحد معلقه كبيره ديال التوابل الخاصه بالبسطيله ديال الدجاج، ممكن ما ديروهاش اختياريه، ما هي كتعطي واحد المذاق زوين بزاف للبسطيله ديالنا. المهم غادي نضيف كذلك شويه ديال 2 حبات، عفوا غادي نضيف 2 حبات ديال دامه الزعفران. سمحوا لي كنسجل الصوت فوق الفيديو حيت كان الدراري كان العطله ديك الساعه وكان الصداع بزاف ديال الدراري كيبقاو يغوتوا، هذاك الشيء علاش فضلت انني نسجل فوق الفيديو. هنا غادي كيف تشوفوا معايا ضفت 2 دويمات ديال الزعفران شعره، غادي نضيف كذلك واحد المعلقه كبيره ديال السمن الا كان عندكم. انا ما عمرتهاش مزيان حيت عندي السمن مجهد، لكن عندكم ممشيتش ديروا معلقه كبيره عامره. هنا دابا غادي نخلط جميع التوابل، غادي نضيف ليها شويه ديال الملح، بعدا الملح كتبقى على حسب الضوء، انا درت تقريبا واحد معلقه كبيره ما عامراش. غادي ندير شويه الماء في هذوك التوابل ونخلط كل شيء مزيان باش نرقد فيه هذاك الدجاج ديالنا. دابا غادي نضيف هذوك الطريفات ديال الدجاج وغادي نحاول نغلفهم كاملين بهذاك العطريه ديالنا. كيف كتشوفوا ما ضفتش الزيت حيت الزيت الا درناه دابا كيخلي ديك العطريه ما يشربهاش الدجاج. وممكن ديروا هذه الطريقه هذه وتبيتوها ليله كامله، انا ما كانش عندي الوقت طيبتها في نفس النهار. صافي غادي نخلط الكوكوط مزيان، صافي دابا غادي نضيف البصله ديالنا. البصله من الاحسن انكم تقطعوها صغيره ما تخليوهاش غليظه باش يلاه تذوب مع الدجاج مباشره وتجينا الضغميره تجينا معلكه، يعني ما يبقاوش داك كيفاش نخلطوها مع البيض ما يبقاش داك البصله تكون باينه. غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال القرفه حيت البسطيله ديالنا ديال اليوم غادي تكون يعني مالحه وحلوه في نفس الوقت. معلقه صغيره، وهنا غادي نضيف السكر سنيده. درت المعلقه الاولى الثانيه الثالثه والرابعه، درت 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده. هنا غادي نضيف واحد كاس ديال الماء صافي هو اللي غادي يطيب لينا فيه الدجاج، يعني ما يحتاجش اننا نديروا الماء كثير حيت البصله غادي تطلع الماء. صافي دابا غادي نخليها تتعلى واحد الشويه. كيف شفتوا معايا الكوكوط ما غاديش نسدها في الاول، غادي غير نحط ليها الخطه ديالها حتى كتعلى يتعلى واحد شويه، ماشي بزاف. انا ممكن انكم ديروا ديريكت تبداو طيبوا فيهم اولا تخليوها تعلى غير واحد 5 دقائق وتسدوا عليها. هنا غادي نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون اللي ما ضفتوش، يلا غادي نضيفه. صافي وغادي نخليها تطيب على خاطرها حتى كيطيب الدجاج، وديك الساعه غادي تشوفوا معايا جميع المراحل.
هنا كيف كتشوفوا معايا خديت جميلة، درت فيها الماء حتى غلى ولحت فيها اللوز بلا ما تغليوه باش يجيكم مقرمش حتى من الداخل. المهم غنخليه واحد جوج دقائق وغادي نبدا نفسخ فيه. وهنا انا درته من بعد ما خليته نشف، درته في الزيت بارده، درته كيتعلى صافي غير يولي ذهبي وغادي نحيده. صافي دابا من بعد ما طاب الدجاج كيف كتشوفوا غادي نحيد الدجاج ونخلي هذيك المرقه حتى كتغمر، يعني ما كتبقاش نهائيا النقطه ديال الماء. كيف كتشوفوا معايا الدجاج خليته طاب مزيان. صافي دابا كيف كتشوفوا انا حيد الدجاج كامل، كيبقى البصله كيفاش شفتوا فاش قطعتها طريفات صغار ما كتبقاش باينه، كتولي دايبه مزيان. صافي دابا غادي نخليها، غادي نبقى مره نحرك حتى كينشف تماما من الماء باش نضيف البيض. دابا هنا خديت هاد الطحانه هادي باش غادي نطحن فيها، هادي كطحن مزيان حسن من الطحانه الاخرى، كطحن مزيان يعني كتخليه بحال مهرمش شويه ماشي كطحنو نيت، حنا بغيناه يبقى مهرمش شويه. المهم انا غادي نطحن اللوز ونرجع معاكم. صافي اللوز هو كيفاش يولي، يعني ما مطحونش مزيان وماشي غليظ بزاف، غادي نخليه على جنب كيف كتشوفوا. دابا هنا غادي ندوز نقطع الدجاج، خليته غير برد شويه باش ما يحرقنيش في ايدي، وغادي نبدا نفرتو طريفات صغيورين. هاي الدغميره ديالنا دابا صافي وجدات كيف كتشوفوا، يعني ما بقاش فيها نهائيا الماء، كيبان لك غير الزيت والبصله صافي، هادشي اللي كاين تيبان لكم، ويعني تتكون مدغمره وبحال معسله واخا فيها غير شويه سكر ماشي كميه كثيره. غادي ناخذ واحد تقريبا واحد نص زلافه من هذا الخليط باش ننكه به هذيك البصله، ما تجي يعني هذيك الدجاج ما يجيناش ناشف. درت ليه هذيك الدغميره شويه باش تجي معلكه، وهذا الشيء اللي بقى لي غادي نضيف ليه واحد 8 ديال البيضات، المهم على حسب نوع الحجم ديال البيض، الا كان كبير راه غير 6 اولا 7، كان صغير راه كديروا يعني نتوما عينكم ميزانكم حتى كتنشف هذيك الدغميره تماما. المهم انا غادي نبقى نضيف بالبيضه بالبيضه حتى ندير هذيك 8 ونخلط حتى كيبان لي ان الخليط ديالنا نشف تماما. دابا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما نشف البيض غادي نضيف شويه ديال العصبر ومعدنوس، وغادي نخلط غير شويه، نخليها غير واحد ثواني قليله ونطفي عليه. صافي هنا دابا سالينا كلشي وجدناه، غادي يبقى لينا غير هاد الدجاج غادي نخلطو مزيان باش يعني هذاك يتلبس بهذيك الدغميره كلها. انا من بعد ما كملت كلشي دابا غادي ناخذ اللوز، غادي نضيف ليه واحد جوج معالق حتى لثلاثه المعالق كبار ديال السكر كلاصي، نتوما على حسب الذوق ديالكم ممكن تزيدوا اولا تنقصوا. انا درت ثلاثه المعالق كبار عامرين مزيان، غادي نضيف واحد معلقه صغيره تقريبا ديال القرفه باش ننكهو داك اللوز حتى هو يجي منكه ما يجيش مسوس. دابا هنا عندي واحد كيلو لاروب تقريبا ديال ورقه البسطيله من الحجم الكبير، الا بغيتو ديروهم صغيورين ممكن، انا قلت غادي نديرها كبيره ان شاء الله اليوم. بالنسبه لهاد الورقه اللي عندي ما مدهوناش بالزيت نهائيا، المهم انا غادي ناخذها وغادي ندهنها بالزيت مزيان، الزيت اللي قليت فيه اللوز هو اللي غادي ندهن به ورقه البسطيله. المهم الجهه الحرشه هي اللي كتكون الفوق والملسه هي اللي كتكون التحت، غادي ندهن مزيان بالزيت من الجويه بجوج
دابا غادي ناخذ هذيك ورقه البسطيله اللي دهنت، وهنا كتاخذوا يا اما اللاطه اللي غتدخلوها مباشره للفران، انا حيت ما دخلتش ليا الثلاجه حيت بغيت نبيتها ليله كامله عاد باش الغد يعني ليله ذكرى المولد النبوي، عاد باش بغيت نطيبها وجدتها اليوم بالليل، والغد عاد باش غادي نطيبها، داكشي علاش درتها في الطبسيل باش يجيني قد المجمد اللي عندي. المهم غادي نبقى ندهن ورقه البسطيله ونفرشها كطبقه اولى في الطبسيل. فرشت 4 ديال الورقات في كطبقة اولى، وغادي ندير فوقهم ورقة اخرى، وغادي نبدا نحط الحشوة ديالي. والورقة دائما كيف سبق عليا ذكرت كندهنها بالزيت من الجوايه بجوج، الجهة الحرشة كتكون الفوق والجهة الملسة كتكون لتحت. غادي نقسم هاد الدجاج اللي عندي، غادي نقسمه على جوج. الطبقة الاولى درتو بالنصف ديال الدجاج، وغادي نوزعو مزيان فوق هذاك الورقة ديالنا باش تاخد الشكل ديال الطبسيل. إذا كانوا شي عظيمات صغار كتحيدوهم باش ما يبقاوش مخيبين لينا بسطيله. المهم غادي نستف هذاك الدجاج، طبقه تكون رقيقه يعني نحاولوا ان بسطيله ما خاصهاش تكون غليظه. ودابا غادي ندوز الطبقه الثانيه اللي غادي تكون فيها البيض، غادي ندير البيض كامل. كيف شفتوا البيض راه كيجي ناشف بهذه الطريقه، حاولوا غير تخليوه تتنشف البصله عاد تزيدوه، يعني ما يحتاج انكم تصفيوه ولا والو. المهم غادي نزيد، غادي نستفو فوق الدجاج كامل. صافي دابا من بعد ما كملت البيض استفتو، غادي ندير الطبقه اللي ديال الدجاج اللي بقى ليا، يعني النصف الثاني ديال الدجاج، وغادي نسرحوه حتى هو. صافي دابا غادي ناخذ ورقه اخرى غادي ندهنها وغادي نحطها فوق الدجاج. صافي دابا انا من بعد ما حطيت الورقه غادي نحط فوقها هذيك اللوز اللي عندي كامل، وغادي نوزعو حتى هو على الورقه كامله، نغطي به الطبسيل كامل. فهو اللوز ديالنا راه استفتو كامل. دابا غادي نبدا نطوي هذوك الورقه ديال البسطيله اللي شيطه ليا في الجناب، غادي نبدا نطويها بهذه الطريقه، راه بطريقه سهله، غير هو حاولوا انكم ما تجمعوهمش فوق انت واحد باش ما تجيكمش معجنه. كيف تشوفوا بحال غير كنطويها ها نتوما، ماشي تجيو تجمعوها من الوسط ولا شي حاجه، غادي تجيكم معجنه بحال هكا من الافضل. وما غادي نلصقها لا بالبيض لا بالدقيق لا والو، غادي نخليها غير هكا وكنطوي كنجمع الجناب كاملين. دابا كيف كتشوفوا غادي ناخذ واحد ورقه اخرى وغادي ندهنها بالزيت، وغادي نحطها فوق يعني باش نغطي بها هذيك الطويان ديال الورقه، وكذلك غادي نقلبها، غادي نقلبها في شي اناء اخر وندير ورقه اخرى من التحت باش هذوك الطويات اللي كيكونوا باينين ما يبقاوش باينين، يعني اي وجه بغيتوا تحطوا فيه الورقه البسطيله ديالكم فاش بغيتوا تقدموها ممكن تقدموها. صافي وكنحاولوا نجمعوها باش تجي على شكل دائري تكون معاد، وكنبقاو نضغطوا عليها بجميع المكونات يعني تلصق مع بعضياتها. صافي دابا البسطيله ديالنا راها واجده، كنحاولوا نضغطوا عليها شويه بحال هكا بحال كنقرصوها. ايوا صافي، وغادي نديروا فيها الورق البابي سلوفان اولا
ورق الالومنيوم اللي كمتوفر عندكم وكتحتفظوا بها في المجمد، ممكن تحتفظوا بها حتى يعني 3 الايام مهم، ومن بعد تطيبوها. انا دابا غير نحتفظ بها ليله واحده، والغد غادي نطيبها ان شاء الله. كنجبدها مباشره من المجمد كندخلها للفران تسخن، او لا تطيب ماشي غير تسخن. غادي ندوز نوريكم كيفاش غادي نصوب العش ديال اللي غادي نديرو فوق كتزيين فوق البسطيله ديالنا. كندير فيه بيض السمان باش يجي بحال شي عش ديال الدجاج او ديال الحمام. المهم اكثريه كنصيبو بالكنافه، ولكن هذه المره ما متوفرش عندي، قلت علاش لا، غادي ندير بالورقه البسطيله. غادي ندير واحد الشكل اللي كيكون مبسط وسهل. صافي هانتوما كيف كتشوفوا، خديت الورقه غادي نقطعها اشريطه، انا غادي نقطعها صافي. هما كيف تشوفون من بعد ما قطعتهم كنبقى ندور فيهم، كندور بهذه الطريقه باش نشكلو على شكل عش. انتما غادي تشوفوا الشكل في الاخر كيف غادي يجي. كنبقى غير ندور، كناخذ الشريط الثاني وكنشدو مع هذاك الاول، وكنبقى ندور حتى كنكمل يعني الحجم اللي بغيتو نتوما. انا بغيتو متوسط باش ما يضركش ليا البسطيله كامله. صافي ها هو الشكل ديالو. انا دابا درتو في ورق السلوفان، درتو تما باش غادي نغطيه ونديرو حتى هو في المجمد حتى الغدا، وندخلو حتى هو يطيب مع البسطيله مباشره. صافي هانتوما دابا راه النهار الثاني، يعني اليوم نهار العيد. درتها غادي نديرها كطيب، درتها في هاد اللاطه هادي مدوره، وغادي ندخلها الفران يعني من المجمد مباشره ندخلها الفران طيب. في الاول كنشعل لها غير لتحت حتى كطيب لنا ورقه البسطيله مزيان، ومن بعد غادي نشعل لها من الفوق باش تحمر لنا الوجه ديالها. وصافي وماما كتشعل لنا البوطه وانا خدامه لحني الفران، قالت لي دخلي سير دخلي الفران. شتت الشعوج انتما. من بعد ما تحمرت البسطيله ديالنا هنا رشيت على شويه ديال العسل. هذاك العشيش اللي درت بالورقه كيف شفتوا معايا ها هو تا هو خليته تيتحمر. دابا غادي ندير اللوز ايفيلي محمر والبيض الوسط. غادي نرش اول اللوز ايفيلي محمر، ممكن ديروا حتى اللوز مهرمش اللي متوفر عندكم. هاي كميه قليله ما كتروش. انا غادي نكمل معكم قبل نوريكم غادي ندير. شوف الدريات خونت لي البيض ديالي اللي زوين، وخلات لي هذاك كاع عزلات هذاك البيض اللي زوين خدات. لا كل واحد طلع بيضه بوحده. ها حيان 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 هو غادي يشيط ونعطيك. اصبر صافي غادي نستمر بحال هكا ونكمل ونطلع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالي. صافي هانتوما كيف كتشوفوا ها هو البسطيله ديالنا. ماما ما ديرش الزيف. المهم ها البسطيله ديالنا. انا سيفين. ها فاطمه مع فاطمه جارت ماما في دار بو عزه، دايره بطاطا فريت ودجاج محمر. هنا الدغميره ديالها، وهذه ديال ماما مطيشه معسله. المهم غادي فاش نحطو في الطابله غادي نوريكم اش نحطينا ان شاء الله. ها هي ها هي زينت اللي غتزين الطابله. ها هيدي انتي مغرفتك. صافي هو البسطيله ديالي كيف كتجي هانتوما. يلا عطينا النقطه. وبالنسبه للطاجين ديال ماما غادي تلقاوه في القناه ديالها بالمطيشه معسله وبالاناناس والبيض، وهنا دجاج محمر بالفريت عند مع فاطمه تلقاوه حتى هي عندها في القناه ديالها. ماما غادي نحط لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف، وكنتمنى هاد الوصفه هذه تنال اعجابكم، ونخليكم تطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله.